ليه دايما القطط بتختفي يوم عيد الأضحى؟ من صغرنا والسؤال ده على طول بيجي في بالنا وبيتكرر كل سنة، وكنا دايما لما بنسأل أي حد أكبر مننا في السن هي القطط راحت فين؟ كان بيجاوب علينا بكل بساطة وبيقولنا إن القطط راحت تحج. راحت تحج إزاي وليه وإمتى؟ الله أعلم. ولكن الإجابة دي خلاص ما بقتش مقنعة بالنسبة لنا، إحنا دلوقتي خلاص كبرنا، ومادام كبرنا يبقى لازم يبدأ الجدل. من المعروف إن القطط من أكتر الحيوانات اللي بتفضل تكون قريبة من محلات الجزارة، وده لأن محلات الجزارة هي المكان اللي بيتركز فيه بواقي اللحوم وكل الأكل اللي بتحتاجه. طب ليه بقى لما بيتم ذبح الأضاحي يوم عيد الأضحى القطط مش بتبقى موجودة؟ في الحقيقة عزيزي المشاهد، موضوع اختفاء القطط ده كان ليه تفسيرات كتيرة جدا. التفسيرات دي في منهم ممكن تحسه منطقي شوية، وفي منهم هتحسه خيال علمي وملوش أي لازمة. أول التفسيرات قالت مثلا إن القطط بيتم دعوتهم يوم عيد الأضحى على مائدة سيدنا سليمان، ودي مائدة كبيرة كان أمر سيدنا سليمان الجن بتحضيرها كل عيد للقطط، والجن لا يزالوا حتى الآن على عهد سيدنا سليمان اللي أمرهم بيه. تاني تفسير بقى هتحسه أغرب كتير من اللي فات. ذكر البعض إن القطط بتجتمع مع ملك القطط في التوقيت ده من كل سنة، وده عشان ياخدوا منه التعليمات ويقدموا له فروض الولاء والطاعة. يعني انت ببساطة لو في اي قطة ضايقتك ففي ملك للقطط المفروض ترجع له، ما هو القطط ليها كبير برضو مش سايبة هي يعني. تالت وجهة نظر بتعتبر مرعبة شوية، بيقولك يا سيدي ان الجن بيخطفوا كل القطط يوم عيد الاضحى وبيسكنوا اجسامهم، بيستخدموا اجسامهم في العيد عشان يقدروا يتنقلوا بين البشر من غير ما حد يحس بيهم. وعلى نقيض الرأي ده تماما كان في رأي تاني بيقول ان القطط بيكون عندها عيد زينا، وإنها بتجتمع وتذبح وتمارس الشعائر زي المسلمين بالظبط. طبعا التفسير اللي بيقول إنها عندها عيد زي التفسير بالظبط اللي بيقول إنها راحت تحج، الاتنين أي كلام يعني. وأخيرا وليس آخرا، في البعض بيعتقدوا إنها مش بتختفي أصلا، وإن كل الكلام اللي قلناه ده ملوش أي أساس من الصحة، وإن الموضوع مش محتاج أي تفسيرات ولا حاجة. طيب لو افترضنا إن كل التفسيرات اللي فاتت دي أي كلام، أمال فين التفسير الصحيح يا عم محمد يا جابر لظاهرة اختفاء القطط؟ عزيزي المشاهد، أحب أقولك إن للأسف كل تفسيرات الظاهرة دي كانت اجتهادات مش أكتر، ومقدرش أقولك إن التفسير ده هو الأصح بنسبة 100%، ولكن خلينا أقولك إن في بعض العلماء قالوا إن في اليوم ده بتنزل ملائكة الرحمة بين المسلمين، وبتكتر برضو ملائكة الموت لقبض الأرواح، واختفاء القطط ممكن يكون احترام وتقدير لهيبة الملائكة اللي موجودة، وممكن برضو يكون خوف من ملائكة الموت لحسن تقبض أرواحهم. أما عن التفسير الأقرب للواقع واللي ذكره أصحاب القطط فكان ليه علاقة بمخلفات الأضاحي. التفسير ده بيقول إن القطط بتجتمع بأعداد كبيرة جدا في الأماكن اللي بتترمي فيها بواقي الأضاحي، وده عشان تتغذى على بقايا اللحوم والجلود اللي بتكون موجودة. وذكروا برضو إن القطط ممكن تكون بتستخبى خوفا من منظر الذبيح مش أكتر، وإنها بعد ما بتنتهي طقوس الذبيح بتبدأ في الظهور مرة تانية. يا ترى ايه اكتر تفسير حسيته منطقي في اللي ذكرناهم؟ وهل فعلا حسيت بظاهرة اختفاء القطط يوم عيد الاضحى ولا لا؟ هستنى رأيكم تحت في التعليقات، وهستناكم تقولولي كمان لو في حيوان معين حابين نتكلم عنه في حلقاتنا الجاية. اما بقى لو اول مرة تشرفونا، فياريت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات على الكل، وما تنسوش كمان الاعجاب بالفيديو وعمل مشاركة ليه مع اصدقائكم. كان معاكم محمد جابر، وأشوفكم الحلقة الجاية.